السلام عليكم. اشترى في شعر أبي نواس: الفسق والفجور وشرب الخمر حتى لقب بشاعر الخمر. يقول: دع المساجد للعباد تسكنها، وطف بنا حول خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للذي سكروا، لكنه قال ويل للمصلين. فلما سمع الخليفة هارون الرشيد هذه الأبيات هم بضرب عنقه، لكنه عفى عنه حين قال له: الشعراء يقولون ما لا يفعلون. وعند موته رفض الإمام الشافعي أن يصلي عليه، وعندما كان يغسلونه وجدوا هذه الأبيات في ثيابه. يقول: يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. السلام عليكم.